مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم معنا. حنا الان كنتواجدوا بمنطقه سباته سيدي عثمان، وغادي نمشيو من بعد مولاي رشيد، نقرب لكم من الاجواء ديال هذا الحي. الاجواء الرمضانيه كلشي بخير وعلى خير الحمد لله. الناس خارجين، الناس كيتغداو، كنطلب منهم فقط يديروا الكمامات ديالهم وياخذوا الوقايه ديالهم. الان غادي نطلعوا لشارع الجر، شوفوا كيفاش دايره الاجواء تما. امل نزار بصح راه حيدو الشجر، هنا غادي يكون تراموي غادي يدوز من هنايا. Thank you.
مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم. اسمحوا لنا على التأخر. كنا بغينا نصوروا لكم واحد التدخل ديال رجال السلطة، ولكن منعونا باش نصوروا. قال لك خاصكم تاخذوا رخصة من العمالة، يعني ما تصوروا لا بالنهار لا بالليل، والرخصة ما كاينش الوقت المحدد باش يجاوبوك عليها، واش تقدر تاخذها ديك الساعة ولا في ديك النهار ولا من بعد يومين ولا ثلاث ايام. المهم كتدفع طلب العمالة وكتبقى تسنى شوف واش غادي يجاوبوك ولا ما يجاوبوكش. هذا هو المعلومة اللي خديناها دابا. صديق على الصحفيين اللي كيزاولوا المهام ديالهم في الميدان، منعونا بالليل دابا، تمنعنا بالليل، منعونا ما نخرجوش كاع بالليل. حنا كصحفيين منعونا ما نخرجو ما حتى شي حاجه. وبالنهار منعونا ما نصوروش اي جهاز امني. حنا دابا غادي ندخلوا لسيدي عثمان، لكن ندخلوا دابا لاهم الشوارع ديال منطقه سيدي عثمان مولاي رشيد. الشوارع كلهم عامرين، كل شيء خارج. كورونا واش بقى ولا ما بقاش الله اعلم. على هادشي اللي كنشوف كنقول الله اعلم. كل شيء خارج، ما يمكنش يكون الفيروس والناس خارجين بهذا الشكل، والا غادي يكونوا كاين اصابات اكثر ما من المتوقع. دابا راه حنا الان واصلين 4115 حاله. كل شيء خارج كيف كتشوفوا. المهدي خويا جليل اش هاد الخدمه؟ ما بقاوش باغيين الصحافه يقوموا بالعمل ديالها. تضييق الخناق على الصحفيين، ممنوع تصور الاجهزه ديالهم، ممنوع تكون مرافق للدوريات الامنيه اللي تابعه السلطات المحليه. رجال الامن ما لقيناش مشكل كناخذوا رخصه من عندهم، يعني كتكون عندنا خرجات معاهم، الامور بخير ولا خير. السلطات المحليه الان وزاره الداخليه كتمنع الصحفيين باش يزاولوا المهام ديالهم جنبا الى جنب مع رجال السلطه. ديما الصحافه كتقربهم من الحقيقه، من الحقيقه كتعري على شحال من نقطه سوداء. ولولا الصحافه ما كانت حتى شي حاجه تكون. الصحفي الدور ديالو دور كبير، هو اللي كيقلب على معلومه، كيكشف الفساد ديال المسؤولين، وكيكشف البؤر او النقاط السوداء. تم الاعتداء على العديد من الصحفيين، ماشي غير في موقع شوف تي في ولكن العديد من المواقع. في موقع شوف تي في تم الاعتداء على 4 الصحفيين معنا، وانا بالخصوص تم الاعتداء عليا في واحد الاحد المشؤوم.
هذه منطقة المير. بالمناسبة كان عندنا واحد المباشر نهار سبت اليوم الأول ديال رمضان، وهاد المنطقة كانت كلها محبوسة بالماء، وهاد الأعمدة اللي على اليسار كانوا عريانين، يعني ما فيهمش الكاش، ما فيهمش ديك الغطا ديالهم. أي واحد يقدر يقيس داك الشيء ويتصاب. درنا لايف من هناك، شفنا على هاد المشكل اللي كان واقع. راه ما كيف كتشوفوا معنا في هاد الأفاد، بعد هذا راه تو تصاوب، كيبان لكم الغطا ديالو. جوج في الدخلة ديال لالا مريم تما تصاوبوا، وهذا الشيء كان بسبب رجال الصحافة اللي عراو على هذه النقطة السوداء اللي كانت تقدر تقتل عباد الله. وكندوا على الدراري الصغار والناس اللي مرفوع عليهم القلم، اللي غادي يقيسوا ما غاديش يرحموا، غادي يقتلوا. ودابا راه تصاوبوا وتصلحوا. كانت هاد النقطة حنا غنوريو لكم هي على اليمن، راه كنا على اليمن اخر شوية بشوية. واحد القادوز حاشاكم هنايا، هنا في كان هنا كانت الدنيا كلها محبوسة بالماء، راه تصوبت، راه كيبان لكم جديد، يلا بدلوه كامل. خويا الماء ديال الصوت راه مزيان، راه هو الماكسيموم ديالو. شديني احمد ثابت حسين الى الاحياء الشعبيه. خويا حنا ديما في الاحياء الشعبيه، منفوش ما عندكم كيف كتشوف الدار البيضاء رجعت للحياة العادية ديالها. الدنيا راه عامرة في مشيتي، كل شيء خارج، الله يحفظك. الآن في حال فلاح السيد الحياني، محمد المجيد والسيارة مرسيدس، لا بي ام، بي ام فيراري. ها كنضحك معاك اخويا، اسمعني له. هذه هي قصرية الحياني.
فيلا أصيل أصيل. مش لي مالك هذا واحد الفلاح. الناس راه كيتسالبوا كيف شفتوا. وقف 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 شوفوا على اللي كنشوف هنا كنلقى داك صاحب الشباكيه كيبيع الشباكيه بلا كمامه بلا ليغون بلا والو، والناس ما كيدوش على ماشي كيطالبوا بالحق ديالهم يعني في السلامه يقولوا ليه لا جمعوا انتم والله سام مزيان خدنا هنا ديالو شن ضربة كاينة واقيلا القدام
وهم راكينا مضاربعنا. توفيق سبيد، أين هي السلطات؟ أين هي السلطات اللي طبينا؟ الله يرحمنا. أجواء ديال رمضان هما هادو دائما، فين ما مشيت غتلقى الدنيا غابرة. واش هادشي غير في كازا ولا جميع المدن المغربية؟ هذا هو السؤال اللي كاين. هذا اللي حابس طريق داير هاد ال شوفوا هذا اللي كيبيع الحيوان سميتو. شوف شحال من واحد واقف وما كاين لا كمامه لا والو، ما كاين لا ليغون لا والو. في المحل داخل كاينين ثلاثه اخرين في واحد المحل صغير. شوفوا دابا بحال الطريق على اليسر اللي حابسينهم بحال هكا بهذا الشكل. هادو اغلبيتهم كيصوبوا داكشي ديال السدادار وديال هادشي، راه فحال الفلاح كامله بحال هكا اغلبيتهم دايرين بحال هادشي. شوفوا الاحتلال فين كاين، في الدوات اللي دايرين ريزيرفاسيون. الى درنا على اللي ما غلقاو ثاني كاينين هنا الفوضى وصافي.
في هذا الوقت دابا مشكورين بداو كيحبسوا هنا في الطرقان مع اقتراب وقت الافطار ديال شي حي داخل ليه غادي يبقى فيه. حضر التجوال كيبدا الساعة 7 حتى الساعة 5 صباحا. دابا الان اللي في شي منطقة يحاول يخرج منها دغيا قبل ما غادي تسدو الحدود ما بين الاحياء. مولجي اغناس فين هي الكمامه اللي كل مواطن ثمن 16 ريال. خويا الكمامه اللي تحنا براسنا ما لقيناهمش، قالوا في الاول غادي يكون اليوم المغاربه ما كاين حتى شي حاجه، السوق خاويه، الناس ما لاقيش داك اللي داير او حسبت نقول شنو داير في الوجه ديالو، ثم راكم عارفين شنو كاين. هادو هما الاجواء ديال رمضان، كلشي كيوجد الطقوس ديالو، كلشي كيوجد باغي يوجد المائده ديالو. نتمنوا هاد الايام تكون بخير وعلى خير جميع المغاربه، نطلبوا لهم السلامه والعافيه ان شاء الله.
مشاهدي موقع شوف تيفي، غنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر. غادي نحاولوا ننتقلوا لمنطقة أخرى إن شاء الله. نتمنى لكم السلامة إن شاء الله، السلامة والعافية، الفطور مبروك إن شاء الله، والله يحفظكم جميعا. نتمنى الخير لهذه البلاد، والله يحفظكم، والله ييسر لكم الأمور ديالكم.